شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع سورة القصص وتأملات قرآنية. والإمام الطبري رحمه الله ورضي الله عنه، والآيات 86 87 والثامنة والثمانون. يقول الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى ذكره: وما كنت ترجو يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليك هذا القرآن فتعلم الأنباء والأخبار عن الماضين قبلك والحادثة يعني بعدك مما لم يكن بعده، واضح؟ مما لم تشهده ولا تشهد ولا تشهده ثم تتلو ذلك على قومك من قريش، إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك. فقوله إلا رحمة من ربك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، استثناء منقطع، وقوله فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يقول فاحمد ربك على ما أنعم عليك به عليك من رحمته إياك بإنزاله عليك هذا الكتاب، ولا تكونن عونا لمن كفر بربك على كفره به، لا تكونن عونا على لمن كفر بربك على كفره به. وقيل إن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وإن معنى اللام إن الذي فرض عليك القرآن فأنزله عليك، وما كنت ترجو أن ينزل عليك فتكون نبيا قبل ذلك، لرادك إلى معهد. ثم ننتقل للآية التي تليها 87، والتي يقول فيها ربنا جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، يعني فلا تكونن ظاهرا للكافرين، وفي الآية ولا تكونن من المشركين. يقول الإمام الطبري
رحمه الله ورضي الله عنه يقول تعالى ذكره: ولا يصرفنك عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنزلها إليك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشركين يعني بقولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، تصبيط وتحبيط يعني واضح. وادعوا إلى ربك وبلغ رسالته إلى من أرسله إليه، أرسلك إليه بها. يعني مين اللي هيثبطه؟ المشركين. المشكلة أن ممكن أنا اللي ثبت نفسي في الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني أدعي المعازير وأتحجج بالحجج الواهية لكي يعني أكون لكي أصد عن الدعوة إلى الله عز وجل. والله إخواني، ولا تكونن من المشركين. يقول: ولا تتركن الدعاء إلى ربك، ولا تتركن الدعاء إلى ربك وتبليغ المشركين رسالته فتكون ممن فعل فعل المشركين. فتكونن ممن فعل فعل المشركين بمعصيته ربه وخلافه أمره، فلا تكونن من المشركين. ثم يقول ربنا جل وعلا: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى ذكره: ولا تعبد يا محمد صلى الله عليه وسلم مع معبودك الذي له عبادة كل شيء معبودا آخر سواه. وقوله تعالى: لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، يقول: لا معبود تصلح له العبادة إلا الله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. واختلف في معنى قوله إلا وجهه، فقال بعضهم معناه كل شيء هالك إلا هو، وقال آخرون معنى ذلك إلا ما أريد به وجهه، واستشهدوا لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر: أستغفر الله إلا بقول الشاعر. إخواني الكرام، أستغفر الله إلا بقول الشاعر أستغفر الله. واضح إخواني؟ أستغفر الله إلا بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يعني أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقوله تعالى: له الحكم، وقوله تعالى له الحكم، وقوله تعالى
وقوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم يقول له الحكم بين خلقه دون غيره. تقوليش بقى قوانين وضعية، ما تقوليش من غير ذلك. له الحكم كله بين خلقه دون غيره، ليس لأحد غيره معه فيهم حكم، ليس لأحد غيره معه فيهم حكم، يعني وإليه ترجعون. وإليه ترجعون، يقول وإليه تردون من بعد مماتكم فيقضي بينكم بالعدل فيجازي مؤمنكم جزاؤهم وكفاركم كفاركم ما وعدهم وكفاركم ما وعدهم وكفاركم ما وعدهم أيها الإخوة الكرام. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم لكن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم امدد اخواننا المجاهدين في فلسطين بمدد من عندك، اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم، اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء وسائل الامراض يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.